اوكي، مرحبا واهلا وسهلا فيكم في قناتنا سوبر لينكس. طبعا احنا صرنا بالفصل الرابع من كتاب حوسبة الكم بلغة سلك. هلا نحن هالفصل راح نتحدث اكثر عن وصف الاجهزة الكمومية كاعداد كهاردوير، عرفت شو؟ الفصل هذا بيتحدث عن ما يسمى هون زي ما كاتبين بالاسود العميق او تخين فيزيكال رياليزيشن اوف كوانتم كمبيوتر. يعني راح نشوف، راح يوصف لنا بهذا الفصل كله شو الكمبيوتر الكمومي كجهاز، كحديد، كمعدن، يعني بتمسكه بجهاز، كيف ماسك انت اغراضك وكمبيوترك قدامك وتليفونك اللي عم تحضر منه اكيد الفيديو. وبعدين شو سموه كمان، انه بحكي لنا عن شو هي الشروط اللي بخلي يكون او يحقق وجود كمبيوتر كمومي. تمام، فبقول لك لسنوات عديدة حوسبة الكم كانت بس مجرد يعني مجرد شيء بحثي، نظريات وابحاث بس. اوكي، يعني بعد ما كان في شيء ملموس على الارض، كان كله على الورق بس. اوكي، لأن نظريات، لأنه مبادئ ميكانيكا الكم كانوا كتير صعب إنه الواحد يعني يقدر يبرهنهم ويحققهم في يعني في مختبر فيزياء، مختبر للفيزياء. أوكي، بيئة فيزياء مختبر، وبيئة مختبر مخصصة لأمور الفيزياء. ما هو شو اسمه، هو أنت في كتير ناس ممكن تدخل هذا على هذه مني، انه في كتير ناس ممكن تعمل لك نظريات بس تعبرهن لنظريتك، قول لي هاي كلامك صح ولا غلط. طب كيف بدك، اذا ما برهنته الفيزيائيين ما بياخذوا بكلامك، بصير بس حكي بالهواء. هلا اللي بيدرسوا فيزيكس في عندهم ماده بالجامعه اسمها الفيزياء النظريه. الفيزياء النظريه هيدي ماده بتعلموا كيف هن يقلبوا كل كلامهم لكلام فيزياء وملموس بحسابات رياضيه. اوكي، طيب وش اسمه، واحد ابرز الامثله حاليا هالايام اللي احنا عم نعيش هالايام على هذا الشيء هي نظريه الاوتار. طبعا هذا الشيء مش يعني كيف بدي اقول، حوسبه الكم يعني بتعتمد على ميكانيكا الكم. هلا شو اللي صاير بنظريه الاوتار، بديش احكي كثير فيها انا، اوكي، بس عشان تفهم القصة، بس عشان نفهم قصة شو، كيف انه بنحول كلام لشيء ملموس ويقدر واحد يجربه. مش كأنه هاي بتحكي ب 11 بعد، ما هذا كيف بدك تحقق 11 بعد انت؟ اوكي، انت دوبك اربع ابعاد تبعون المكان، ثلاث ابعاد تبعون الاحداثيات، ثلاث تبعون المكان، واحداثية الوقت يا دوبك تحكي حتى البعد الخامس اللي هو بيحكي بالبعد السالب بالوقت، قيمته السالبة نيجاتيف. اوكي، يعني حتى هاي مش مقاضينا جد ان واحد يرجع بالماضي يعني كمان، بس بيحكوا فيه نظرية بالموضوع. طيب اوكي، هلا ف نظرية الاوتار شغلتها انه على او اللي عاملينه، اوكي، واحدهم بعده عايش معانا اللي هو شو اسمه استاذ ميتشو كاكو، بيحكي انه دائما بتلاحظ انه بقوانين الفيزياء الكلاسيكية تبعت اينشتاين ونيوتن وكل هذا الاشياء الملموسة بايدك، زي بتشوف عمارة كيف بيعمروها وهذا الكلام. هلا ما في الا لما بتنزل على مستوى الكمومي والنووي تحت، اوكي، ما دون ذره، بتلاقي ما دون ذره بتصرف بطريقه مختلفه تماما عن ما بيصير في الحياه الحقيقيه. اوكي، قدام عينك فالقوانين بتختلف. فالمشكله بدك شو هي الفورمولا اللي بتربط اثنين، اوكي، شو القانون الرياضي اللي بيربط اثنين. فانه ميتشو كاكو اشتغل على الموضوع ومع رفقاته مش لحاله طبعا. اوكي، طبعا في كثير في يعني نظريته مردود عليها كثير، يعني عرفت شو قصدي. طيب فانا بس عم اقول لكم اسمه بالانجليزي سترينجز ثيوري، اللي حابب يقرا عن هذا الموضوع اسمه سترينجز ثيوري. اوكي، هذا خارج عن الموجود في النص هون، تمام، احكي لكم عنه بس حتى تعرف انه كان بوقتها قصص حوسبة الكم وميكانيكا الكم نفسها لسه بعدها ما كان قدرة انه يثبتوها مخبريا. اوكي، اذا ما في اثبات مخبري، يعني مثل نظرية الاوتار سترينج ثيوري، بعد ما لها اثبات مخبري فبس بعدها بالورق على الرياضيات، ممكن تشوفها منطقية رياضية بس
ما فيش إلا إثبات. أوكي ماشي، يعني بدي أقول لك انكسر القلم، طيب وين القلم المكسور؟ هيك عم أقول لك أنا، فهمت شو؟ تعال فرجيني في إنه في قلم انكسر، أنت برأيك أن القلم انكسر، طيب احكي لي وين القلم المكسور؟ هيك عم أقول لك. طيب فإذا احنا بنعرف انه من تابع بالقراءه، فاذا احنا بنعرف انه الدراسات النظريه لوحدها مش كافيه حتى والا اذا احنا بنخليها شيء عملي، مثل ما حكيتك قلم مكسور، تعجب لي القلم، وين القلم؟ بتقول لي في قلم مكسور. اوكي لحد نخلي شيء عملي ونقدر نطبق هدول التقنيات في حياتنا اليوميه، فمع تطور التقنا والاجهزه اوكي الفيزيائيه نفسها، طبعا الكمبيوترات الكم صارت شيء واقع ملموس. اوكي هلا فاذا التحديات تبعيت برمجه الكموميه اوكي اللي احنا ناقشناها بالفصول السابقه هن متعلقين بالكمبيوترات الكموميه الحقيقيه على الارض، الاجهزه اوكي، لانه بالنهايه الكود راح ينزل عليهم، تمام، راح يشتغل على هيك جهاز اوكي، والمسائل اللي يعني اللي جاي من برمجه الكموميه نفسها او الكميه اوكي تظهر اوكي وبتصعد كمان بسبب التحديات اللي بتقدمها الاجهزه الكموميه الحاليه، تمام، الموجوده حاليا اليوم، تمام. وبهذا الفصل راح نشوف نحن شو اسمه يعني التصور الحقيقي تبع الكمبيوترات الحقيقيه، كيف هي التحقيق تبعها، كيف بتصير، شو اللي سبب وجودها، شو اللي بيخليها تصير هيك اشياء، اوكي شو المطلوب حتى يصير عندك كمبيوتر على الارض، اوكي باستعمال العديد من التقنيات المبنيه على فيزياء الكم، اوكي وبعدين الاجهزه اللي احنا راح نناقشها هون راح تشتغل على مبادئ ميكانيكا الكم، اوكي فنحن راح نغطي المواضيع التالية، اوكي؟ أول شيء شو شروط بهذا الفصل، تمام؟ أول شيء شروط يعني وجود جهاز كمومي، اوكي؟ جهاز حسابات كمومية، اوكي؟ آلة حاسبة كمومية، شو اللي بيخلي يكون عندك، شو المطلوب لحتى يصير في عندك جهاز على الأرض، اوكي؟ بعدين راح يناقش معنا كمبيوترات كمومية بتكون مبنية هي في يعني مبنيه على كيوبتات فائقة الموصلات، يعني كيوبتات نفسها الكابلات تبعيتها، وهذا بتكون يعني موصلات فائقه، يعني بمعنى هيدي الكابلات نفسها مو مثل الكابل اللي بتستعمل بالبيت، اوكي مو مثل الوايرات الاسلاك بتستعمل بالبيت، لا هاي بتكون يعني مبرد كتير وبس تنزل كتير 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 بالتبريد، بتعرفوا انتوا بس تمروا اي اشاره اي كهرباء اي كابل دائما بيطلع لك يا سلك بيطلع شو بيطلع لك دائما مقاوم بعكسه، تمام، او اعاقه اذا كان عم بتدخل اشاره متردده بتكون اعاقه، اذا ما في تردد اشاره مباشره يعني زي ما بيحكوا دارك كرنت اي الترنت كرنت، اوكي بحكي بالمجمل يعني اوكي، فاكيد شو بصير عندك يعني بصير عندك قلنا لما يكون متردد يكون عندك إعاقة، ولما يكون شو اسمه مباشرة الاتصال يكون شو بس مجرد مقاومة للكهرباء، تمام، فهدول المقاومة قيمة المقاومة تنقاس عادة بالأوم تكون شو بتكون تصل كتير للصفر، يعني ولا كأنه في مقاومة بالطريق، يعني الإلكترون بنتقل بالكابل ولا سائل، تمام، فهدول يسموه سوبر كوندكتنج وايرز اذا بدك تسميه اسلاك فائقة او موصلات فائقة هاي الكابلات او الاسلاك، طيب وفي عندنا كمان كوانتم انيلينج بيست كوانتم كمبيوترز، يعني في كمبيوترات بتكون مبنية على تلدين التلدين الكمومي، يعني بيعمل نوع من التليين للكيوبتات، اوكي هاي بعدين بنشوفه، يعني لسه مش واضحة بالنسبة لي، اوكي هي زي هن مبدئيا لما يحكوا مثلا النيلد ماتل
يعني معدن مليان او متلدن زي ما بيقولوا، لان هي الفكره في انيلينج يعني تلدين، يعني المعدن نفسه القضيب. اوكي، لو فرضنا حديده بتلاقيها شو بتصير، بتصير تقريبا زي الرفاص، بتصير يعني سهل تعجب. اوكي، انما شو اسمه الهاردند ميتال، اوكي، بيكون شو عندك معدن صار مصلب مجمد، يعني صعب انك تطعجه. اوكي، طيب مقسى يعني، ماشي. وفي عندنا كمبيوترات كمومية هون بسموها ايون تراب، هيدي يعني بتعمل فخ للايونات. اوكي، جايين له هلا باختصار، بس اقول لكم الايونات كيف لما بدك انت الملح تذوب بقلب المي وينفصل الملح لعنصريه بقلب المي. اوكي، بس ما بصير في تفاعل طبعا، بصير بس انه بتشوف الايونات تبعته. والايونات طبعا بتأدي انك تعمل يعني بس تحطوا مي وملح وتكثر الملحات، بصير في عندك شو انه المي بتوصل بشكل اكثر كهرباء، لانه انفصل الملح لملح الطعام الى جزئين، ايون صوديوم مع الكترون مشحون بالزايد. في عندك لأنه هو مؤلف من صوديوم وكلورين الملح الطعام، بس هذول ذرتين وبالعدد يعني واحد، وحدة صوديوم وحدة كلورين. بس القصة إنه الشحنات تبعي يعني ذرة الكلورين تفقد شحنة واحدة إلكترون واحد، والصوديوم بيكسب إلكترون، وهوك بتحاولوا لأيونات. تمام، هلا داخل المي هن اصلا يعني بس تشيل المي عنهم خلص او تنشف الميات وتطلع منه الملحات بيرجع زي ما كان ملح عادي. تمام، هو ما صار شيء يعني فعلا، يعني ما صار اي تفاعل. اوكي، فهون انت عم تحاول تعمل زي فخ او كماشه للايون. تمام، نبقى نشوفها هاي. تمام، هلا في عندنا طريقه كمان الكوانتم كمبيوترز، الكمبيوترات الكمومية، اللي هي بتكون اوبتيكال فوتونيك بيزد، يعني بتكون مبنيه على الضوء. اوكي، والضوء البصري اللي مش منشاف. اوكي، وبعدين كمان مبنيه على ال ما يسمى نيوكليير ماجنتيك ريزونانس، ريزونانس رنين ماجنتيك مغناطيسي، نيوكليير مش ذري، نووي المفروض تقول، فهون رنين المغناطيسي النووي. اوكي، هدول يعني بيحكوا مش انه نووي متفجرات وهيك، ها بيحكوا انه اشياء بتشتغل على مستوى النواة تبعت الذرة. اوكي، طيب هلا فازا شروط ل يعني اول شيء بنبلش فيه هو شروط وجود جهاز كمومي. شو اللي بيخلي عندنا جهاز كمومي؟ شو اللي بيساعدنا نبني جهاز كمومي؟ تمام، هلا بقول لك بهذا الفصل نحن او بهالقسم او بهالفيديو حتى، نحن راح نكون عم نطلع على الشروط اللي هن ضروريات حتى نقدر نصمم ونصنع جهاز كمومي ويكون عندنا جهاز على الارض. اوكي، كمبيوتر كمومي يعني، ونخليها حوسبة الكم شيء حقيقي. تمام، هالأصل شيء نتعامل فيه يكون شيء حقيقي على الأرض. فكل الحواسيب الكمومية الحالية هن بيكونوا متأثرين وبتأذوا من التشويش الكمومي نويز. اوكي، كوانتوم نويز. تمام، مش انه كلمة غريبة يعني، انه في تشويش عم بيصير على الجهاز. اوكي، واللي هو كمان يسمى الديكوهيرنس. فاذا التشويش الكمومي اللي بصير على التشويش بصير على الاجهزه الكموميه بسموه ديكوهيرنس. ديكوهيرنس، كوهيرنس معناها تجانس، ديكوهيرنس عدم التجانس، يعني في تخريب. اوكي، الامور مش مرتبه مع بعض، يعني الكبتات ما بكونوا مرتبين صح مع بعض. اوكي، هيك بتطلع فيهم. اوكي، ف ديكوهيرنس او عدم التجانس الكمومي بيخلق او بيعمل خسارة بالمعلومات الكمومية، وبالتالي هي تعتبر كنوع من التشويش او من الازعاج. اوكي، يعني انت صف الكبتات اللي واصلك مش مزبوط، عرفت كيف؟ انك تطلع واحدة مثلا تكون واحدة المفروض تكون كبت على الصفر اتجاهها على الصفر، جايتك اتجاهها على الواحد بطريقك وهي المفروض تكون صفر، فهمتني كيف؟
يعني صف الكبتات الواسطك مش مزبوط، فبيعمل هات في تشويش عم بيصير بخربط الإشارة. اوكي، فهذا بصير بسبب انه تفاعل الكبتات مع المحيط بسبب يعني مع طول فترة التشغيل. اوكي، يعني زي ما بنقول لك مثلا كيف انا فرزن كمبيوترك بسبب الحرارة، بتروح انت عامل له ريبوت بتعمله على التشغيل، هيك شيء يعني. تمام، لان ضل شغال فترة طويلة. هلا بعدين الدقة العالية أو دقة عالية من الحسابات المؤدية اللي معمولة من قبل الكمبيوترات الكمومية ممكن توصل لهذه الدقة العالية وتتحققها لما يكون في أقل تفاعل من الكوبتات مع المحيط، مع البيئة المحيطة اللي عايشة. يعني ما بتتأثرش بأي شيء، برطوبة، بحرارة، ما بعرف شو، طول التشغيل. فهلا عدم التجانس اوكي بدمر العمليات اليونيتري، يعني اللي انت المصفوفات اللي انت حسب تتذكروا لما كنا نحكي عن المصفوفات اليونيتري اللي بنحطها في الضرب، ف وبسلسله الضرب نشوف كيف الحاله الكموميه ممكن تتاثر باي عمليه يونيتري وحدويه. اوكي، ف عدم التجانس بدمر هذه العمليات، تمام، اللي هن كتير مهمين بالحوسبة الكمومية. اوكي، ومثل ما شفناه نحن بالفصل الاول يعني. اوكي، هلا وبالفصل الاول بتعرف احنا اخذنا على الرياضيات تبع حوسبة الكم، يعني كيف بتلاحظوا في ضرب مصفوفات، وبعض المصفوفات طبيعتها اللي احنا يعني اللي هن بيمثلوا بعض البوابات، يعني بعض البوابات منهم بحكي انه هن مصفوفات بالاخر، فبعض المصفوفات هاي اللي هن اصلا بوابات هن شو هن مصفوفاتهم وحدويه، عرفت كيف؟ ففي ممكن يتخرب، عرفت شو؟ فانت هيك بتكون الدار الكموميه عم تشتغل بالتخبيص مش مثل ما انت مخطط يعني حتى تحسبك صح. تمام، فهلا عندنا اربع شروط اوكي المطلوبة لحتى تقدر تعمل جهاز كمومي شغال اوكي ويصير يعني اوكي قدامك شغال. اولا في عنا كوانتوم انفورميشن ديبكشن، يعني تصور المعلومات الكمومي. اوكي، بعدين في عنا يونيتري ترانسفورميشن كابابيليتي، كابابيليتي القدرة ترانسفورميشن تحويل يونيتري الوحدوية. اوكي، يعني يونيتري ترانسفورميشن بتعرف لما كنا نعمل احنا ضرب المصفوفات اللي هن بيكون يونيتري وبصير بنعمل تحويل على الحاله الكموميه، فالقدره انك تعمل العمليات الوحدويه نفسها اليونيتري اوبريشنز. بعدين وبعدين انك تقدر تخلي الحالات الكموميه الاساسيه اوكي المرجعيه تبعتك اوكي تكون جاهزه، لانه كيف انت في يعني هن الادخال، اذا الادخال نفسه مخبص ما عم يعطي الكيوبيت الصح، يعني لما يكون الكيوبيت مثلا واحد على 100% على الواحد او على الصفر نازله مثلا نبلشها جاي مايله، تذكر كوت بلوش جاي مايله. تمام، ماشي. طيب وبعدين كمان الاوتبوت ميجرمنت، يعني بدنا نقدر نعمل قياس للنتيجه. طبعا اذا ما فيش مش قادر اعمل نتيجه كل الحكي هذا على الفاضي، صح ولا لا؟ على الفاضي. شو بدي فيه؟ ماشي. هلا فاذا هيك بنكون بنبلش بالحصص الجاي عن الشروط الاربعه بذكرين هون كفيديو لحال ان شاء الله عشان نقدر شو اسمه نشرح لكم اياهم. تمام، شوي شوي. ماشي، يا سلام، باي. رجاء اشتراك بالقناة واخبار رفقاتكم عن هاي الفيديوهات.